وتحديدا الى انجلترا، حيث حقق ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الفوز بجائزه رابطه اللاعبين المحترفين الانجليزيه للمره الاولى، في خبر يبدو متوقع بشكل كبير بعد تالق هالاند في الموسم الماضي واحراز 36 هدف وحسمه للقب هداف الدوري الانجليزي وقيادته ايضا لفريق مانشستر سيتي لتحقيق اللقب في موسم تاريخي حقق فيه السيتي الثلاثيه ما بين دوري وكاس الاتحاد الانجليزي ودوري ابطال اوروبا. رابطه اللاعبين المحترفين الانجليزيه ايضا اعلنت فوز هالاند بالجائزه متفوقا على 5 مرشحين للتتويج بجائزه افضل لاعب في الموسم، وشهدت هذه القائمه غياب محمد صلاح نجم ليفربول والمتوج بالجائزه في العام الماضي، وكانت ايضا بتضم قائمه المرشحين مع ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي كل من كيفن دي بروينا وجون ستونز لاعبي مانشستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام السابق وثنائي ارسنال مارتن اوديجارد وبوكايو ساكا. وبعد فوز هالاند ضاعت على دي بروين فرصه حصد الجائزه للمره الثالثه في مسيرتي كاكثر اللاعبين تتويجا باللقب، في كذا لاعب قبل كده حسم جائزه رابطه اللاعبين المحترفين مرتين منهم طبعا محمد صلاح ودي بروين وكريستيانو رونالدو وجاريث بيل وتييري هنري وألان شيرر ومارك هيوز.